مفاجاه مذهله بات لها العالم مستيقظا في انتظار نتيجه الانتخابات الامريكيه التاريخيه والتي جاءت في وقت احتدمت فيه الصراعات واكلت فيه ازمات التضخم اقتصادات الشعوب وبفوز كاسح قضى ترامب على امال الديمقراطيين في دخول كامالا هاريس البيت الابيض متفوقا عليها في الكونغرس ومجلس النواب وصناديق الاقتراع وجاء صباح الاربعاء مضمخا باللون الأحمر في مفاجأة وقف أمامها العالم حابسا أنفاسه بعد احتدام الصراع على دخول البيت الأبيض بين هاريس وترامب المفاجأة المذهلة التي تلقاها العالم بفوز ترامب تأكدت بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ لأول مرة منذ أربع سنوات وكذلك مجلس النواب الذي احتضن أجندة ترامب بما في ذلك بعض الديمقراطيين الرافضين لسياسات بايدن لقد حققنا معلما تاريخيا الليله وهنالك سبب لقد تجاوزنا المعوقات التي لم يتوقع احد ان نستطيع ذلك والان بات جليا اننا حققنا اروع انجاز سياسي انظر ما حصل السؤال الذي ارهق الجميع كيف استطاع ترامب توجيه تلك الصفعه التي اطاحت بامال الديمقراطيين اجابته السريه وبحسب الخبراء تكمن اولا في مغازلته الواضحه للمهمشين من الشعب الامريكي وتغذيته لامال تلك الشريحه الكبيره جدا من الامريكيين وهذا ما يؤكد اكتساحه للولايات الريفيه كما حول ببساطه قوى تقليديه ديمقراطية كعمال النقابات إلى صفوف الجمهوريين. إنه ترامب الذي ينظر له المهمشون على أنه رجل قوي، خطواته غير متوقعة، تتوافق وشخصية معظم الأمريكيين الذين يميلون لتلك النوعية التي تعبر عن التفوق الأمريكي. كما انه في نظرهم رجل صلب لا تؤثر فيه الاخبار السيئه، فقد ظل ثابتا امام سلسله من لوائح الاتهام والادانه الجنائيه غير المسبوقه. لن استريح حتى ارى امريكا تتمتع بالرخاء والسلامه لانها تستحق هذا. سيكون هذا العصر الذهبي لامريكا. وبرغم ان الحرب على غزه ليست من بين المشكلات الثلاث الاولي التي يشعر الامريكيون بالقلق بشانها الا ان الوضع اختلف في الاسابيع الاخيره، ذلك ان الكتلة الصلبه التي يصعب كسرها من اليهود الامريكيين صاروا يسعون لوقف اطلاق النار، ويكرهون سياسه نتنياهو الدمويه التي لم تخلف الا المزيد من اموال الضرائب، وهي مليارات دفعها الامريكيون واستنزفها تسليح دوله الاحتلال، مما جعل الامريكيين ناقمين على بايدن ويرون ان بلادهم صارت اضعف في عهده. نريد ان نكون اقوياء من وان يكون جيشنا قويا وان لم يكن لدينا حروب على مدار اربع سنوات غير اننا هزمنا داعش في وقت قياسي لكننا لم نخض اي حروب لن ابدا الحروب ولكنني ساخمدها واوقفها. ترامب طرح سؤالاً أوجع الديمقراطيين حين سأل المواطن الأمريكي: هل وضعك الآن أفضل مما كان منذ أربع سنوات؟ لتجيء الإجابة مخيبة لآمال هاريس نائبة الرئيس الحالي، حيث واجهت صعوبة في الابتعاد عن عهد بايدن. وتحت قيادة ترامب لن نتوقف عن الكفاح من, من, من اجلكم من اجل احلامكم ومن اجل مستقبل ابنائكم. بعد عودة اعظم عودة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة سنقوم باعظم عودة للصناعة ايضا تحت قيادة دونالد ترامب. وفي غمار تلك الاسباب الاقتصادية لا ينبغي ان ننسى قضايا ذات جاذبية عاطفية للناخب الامريكي مثل الهجرة غير الشرعية وقانون الاجهاض. ولا سيما بعد ان وصلت المواجهات على الحدود الى مستويات قياسيه في عهد بايدن وذلك بسبب تدفق المهاجرين. لقد كانت الامور تتدهور بشكل سريع. علينا ان نغلق تلك الحدود، نوقف أولئك الذين يتوافدون على بلادنا. نريد لهم أن يأتوا ولكن علينا أن نجعلهم يعودوا إلينا بشكل قانوني وشرعي هكذا يقف العالم على بشارف تغيير متوقع لوجهه وسياساته وحدها الأيام المقبلة ستظهر ما في جعبة الرئيس الواقف على باب المكتب البيضاوي